السلام عليكم. اليوم القصة في ليبيا في عام 2005. اسمع السالفة. في شاب سوري على علاقة مع فتاة ليبية. في يوم من الأيام وهو يعمل في محل للموبايلات، كانت على بداية ظهور الهواتف الذكية وغيرها، يعني يسوي برمجة، يحط برامج، ويحط يعني النغمات الصوتية وغيرها، يعني وكفني لتصليح الهواتف، وعنده محل يبيع اكسسوارات. وتعرف على هالبنت وصارت علاقة بينه وبينها، وهي قريبة ساكنة قريبة منه يعني، وتمر عليه دائما في المحل. يوم الأيام ويكتشف أخوها علاقة أخته فيها الشاب، ويروح له ويضربه ضرب أمام الناس ويهدده بالقتل. طبعا الشاب السوري ما ترك له، يعني قام ورد عليه وصار بينهم ضرب والناس فرقت بينهم وراحت السالفة، لكنه متعلق في البنت والبنت تحبه، فصار يواعدها دائما بالخفاء، وخصوصا هي صارت حريصة على أنها ما تروح للمحل إلا لما يكون أخوها في دوامه، وتأكد أنه ما هو موجود وتروح له. يوم الأيام هذا الشاب السوري بلغ أسرته، لأنه عايش مع أسرته في ليبيا في مدينة البيضاء، فقال لهم أنا بروح إلى مدينة بنغازي، بروح أشتري مجموعة من الأكسسوارات وبضايع يعني للمحل. قال أخوه الكبير روح توكل على الله. راح بسيارته يوم يومين ثلاث، يتصلون عليه ما يرد. أخوه شك إنه في شيء وخايف على أخوه، ويدري يعني سابقا علاقته مع البنت والمشاكل اللي قاعد تحصل له، فصار يدور على أخوه ويسأل يا جماعة في أحد شافه كذا. أبد ما يدري هو راح الى بنغازي عند منو بالضبط، ما في طريق انه يوصل له. راح للمحل لقاه مغلق. المحل عبارة عن باب كبير من الحديد وفي كراج لسيارة، والجانب الاخر فيه اللي هو زجاج المحل نفسه اللي يبيع فيه الاغراض. لقاه مقفل وحاط قفل كبير يعني من الخلف، من خلف الباب يعني، قصدي من جهة الشارع. فحاول أخوه هذا إنه يفتح المحل، يبي يشوف إذا لقى يعني بضاعة موجودة مثلا. هني يعرف إن أخوه رجع وإنه اختفى بعد ما رد يعني من بنغازي، أو يلقى له أي دليل يعطيه بيانات الشخص اللي رايح له إلى بنغازي أو أي شيء يرشد على مكانه. المهم حاول يفتح المحل ما قدر، راح جاب حداد وكسر له القفل. يوم فتح كراج اللي تدخل فيه السيارة، ولا هذه سيارة أخوه، وأخوه طايح جنب السيارة جثة، حتى مبين عليه يعني متيبس، صار له يوم يوم شوي، والرائحة بدت تظهر يعني من العفن. ويطالع داخل السيارة ولا بنت مو لابسة إلا ملابسها الداخلية ومتوفية كذلك. الولد بدأ يبكي ويصرخ، والتموا العالم وبلغوا الشرطة ويجون أرفعوا جثة الولد وجثة البنت، وقبل لا يلمسونهم تم تصوير الموقع بالكامل، ودوهم للطب الشرعي علشان يعرفون أسباب الوفاة. البنت متوفية بسبب الاختناق، الولد لا، الولد في نسبة اختناق، لكن السبب الرئيسي بالوفاة ضربة على الرأس، وجود أثر حبل على الرقبة
بالإضافة إلى موضوع توقف القلب والأكسجين في الرئة وما أدري شنو. الموضوع تعقد الحين، يبي يعرفون، يبون يحطون سيناريو حق هالموضوع هذا. شلون الباب مقفول من الخارج والسيارة داخل، شلون الولد هذا مضروب على الرأس وطايح برا السيارة، والبنت شبه عارية داخل السيارة مختنقة، ولا ولقوا تحت أظافرها بقايا من جلد بشري. فحطوا سيناريو مبدئي، قالوا هذا في شخص دخل عليهم أو كان مثلا ماخذهم معاه بسيارتهم ودخلهم الكراج وضرب الولد على رأسه ورماه برا واعتدى على البنت وخنقها. يعني هذا المبدئي، لأن الطب الشرعي يحاول يدور على أي شيء يعني ممكن يؤكد هالسيناريو أو أنه ينفيه. الآن إحنا تجاه جريمة قتل، الولد دام أنه مضروب على الرأس يعني فيه مجرم. المشتبه فيهم الرئيسيين اثنين، أخو البنت، طلعت هذه البنت هي صديقة الليبية، أخو البنت اللي سبق أنه تشاجر معاه وضربها لما اكتشف وجود علاقة بين أخته وبين هالشاب سوري، والثاني شريك أخوه أو شريك سوري في المحل، لأن هذا له مشكلة مع هالشاب على موضوع تجارة وفلوس، وكان طمعان في المحل، قالوا هذا يمكن هو اللي اقتله وتخلص منه علشان ياخذ الحلال نفسه بما أنه شريك، والثاني لأنه سبق أنه حصلت بينهم مشكلة. حققوا مع الأخ أخو البنت، قال والله لو أنه مو مقتول كان أنا قتلته، أنا أقول لكم إياها أقتله وقتل أختي بعد، لكن الله قتلهم علشان يمنعني أني ما أنا أتورط فيهم. شافوا أن فعلا الأخ هذا كلامه واضح وصريح، ويقول والله لو أنكم يعني منقذين كان أنا قتلته، أنا أقول لكم لكن أنا ما قتلته بالطريقة هذه ولا لي علاقة في الموضوع، ولا لقوا بصمة الأخ هذا أبدا في المحل. الشريك قالوا هذا طمعان في الحلال ويمكن هو وراء هالجريمة، اعثروا على بصمته داخل المحل، لكن هذه ما تثبت لأنه هو شريك أصلا. حاولوا معاه يحققوا ليش ضربت الولد، ليش اعتديت على البنت، ليش كذا، والله ما سويت ومستحيل، وإحنا صحيح إن بيننا مشاكل مالية لكن ما توصل للقتل ولا توصل، وأنا شنو علاقتي فيه وشنو كذا. مالكم بالطويلة، احتاروا رجال الأمن ويجي تقرير الطب الشرعي اللي عقد الموضوع أكثر. قالهم يبا لحظة شوية، البنت تحت أظافرها بقايا بسيطة جدا من جلد بشري، لكن احنا لما خذينا هالعينة وطابقناها مع الشاب السوري طلع هالجلد هذا هو للشاب السوري، يعني البنت هي اللي يعني كانت تمخش او تشمخ او والله ماني عارف الكلمة اللي انتم تقولونها، يعني هي اللي عملت فيه السحاجات زين او شموخ او خموش، المهم فهي اللي عملت. لكن هذه استغفر الله يا ربي، لكن هذه ما كانت شموخ او خموش المقاومة، لا كانت شموخ الحنية. استغفر الله يا رب يا رب حسن الخاتمة يا رب، يعني برضاه الشاب وهي يعني في لحظة يعني المهم مالكم أن نتجاوز هاللقطة. البنت هي شمختها يعني تلعب وياه، وفعلا لقوا آثار هالشموخ على رقبة الشاب السوري من البنت، لكن كانت حنينة هالشموخ زين. أما الولد
الشاب السوري. احنا خضعنا الجثة للفحص الدقيق ولقينا ان الضربة اللي كانت على رأسه ما هي من آلة حادة او آلة صلبة يعني متحركة، المقصد ان ضرب راسه بالحيط من شيء ثابت، ضربة رأس بالحيط أثناء فقدان التوازن تسبب مثل هالأثر بالضبط اللي موجود على رأسه، وهذا اللي تسببت فيه نزيف في دماغ الولد، بالإضافة إلى أنه كان على وشك أنه يفقد الوعي نتيجة استنشاق اللي ينبعث من السيارات، وهذا خطير جدا جدا جدا. لما واحد مثلا يجلس في السيارة ويغفي ولا ينام ويشغل التكييف وتبدأ الغازات هذه اللي تطلع من السيارة، ترى بدون لا يشعر يدخل الإنسان في إغماء أو نوم عميق، مثل الفحم، الفحم اللي سبب كثير من الوفيات في البر والمخيمات، يحطون دواء الفحم، تعرفون الدواء أو الوعاء اللي يحطون فيه الفحم ويشبون فيه النار، هذا تنبعث منها غازات ما تشعر فيها، ما تشعر فيها لين يبدأ النعاس يغلبك وتنسدح شوي كذي، وبعدين تروح بغفوة وتروح ملح، بعدين يخنق لك تموت. والله والله العظيم أنا أخاف من هالسالفة هذه. ذاك اليوم داخل عندي خيمة في قدام بيتي، ودائما يقعدون فيها الأولاد يعني من أقاربي الصغار وكذا اللي يجون زيارة عندي في البيت في الدوان وكذا، فمريت عليهم كلهم صغار يعني وإحنا الكبار ما نقعد وياهم، فمريت عليهم بس أبي أطمئن عليهم يعني، وجاي أحذرهم من سالفة الفحم لا يحطونه داخل الخيمة وخاف إنه يحرقونا يعني من هالسوء. لما دخلت لقيت الخيمة فيها غيمة لونها أزرق، وهم جالسين الشباب الصغار هذول حوالين الدوة الفحم، وكل واحد منسدح على جنبه وخدرانين. والله العظيم إني أول ما شفتهم عرفت إنهم فاقدين الوعي، لكن يسولفون مع بعض كأنهم سكارة يعني بدون وعي. أنا عرفت السالفة، قمت على طول وأسحب فيهم واحد واحد برا وأفتح الخيمة وأطلع الدوة، وبعدين لما استوعبوا وقالوا والله كأنك إنا بحلم، قلت والله لو أني ما مريت عليكم كان صارت مصيبة. يا رب يا رب السلامة لكم لعيالكم، انتبهوا من هالسالفة. والله أنا من كثر ما أحذر وهم ماكو فايدة. المهم جينا على السالفة، هذا الحين حطوا السيناريو النهائي للقصة، قالوا يبا الولد حتى لما كان يقول حق أخوه أن أنا رايح بنغازي كان يبي يقضي اليوم كامل مع البنت، ما أخذ البنت بسيارته ودخلها في الكراج، وعلشان يثبت حق الكل لما يجون ان ما في احد داخل الكراج والسياره ما هي داخل، راح طلع من باب المحل وقفل باب الكراج ورجع مره ثانيه دخل محل واغلقه وراح ركب معاها داخل السياره، وجالسين لساعات مع بعض، ولان اصبح الجو حار شغل التكييف وبدت انبعاثات، تعرفون مكان مغلق والسيارة شغالها ويطلع منها السيارة من أكسوز السيارة أو الشكمان، وصاروا هم يستنشقونه ما حسوا بنفسهم إلا شوي شوي، دخلوا يعني بنوم عميق شل حركتهم، لكن الولد يعني انتبه في اللحظات الأخيرة فحاول إنه ينقذ نفسه، فتح الباب وحاول انه يتوجه للباب الخارجي، وهو يعني قافل الباب من الخارج يبي يرجع مرة ثانية للباب الداخلي اللي وصل على المحل، سقط ضرب رأسه على طول في الحيط
وطاح على الأرض. وهالضربة القوية اللي كانت في الحيط هي اللي تسببت في النزيف. قالوا زين أوكي زين. وأثر الحبل على رقبة الولد هذا واحد خان. قالوا لا لا، الأرض في الكراج كانت فيها ربطات من الحبال وكذلك ربطات من الأسلاك كهربائية، وهذا كان مكان وقوع الولد. كان لما سقط سقط ورقبته صارت على ربطة حبل، ففي أثر، أصبح في أثر على رقبته ويشبه الحبل، لكن ما كانت دورة كاملة حوالين الرقبة. وهذا اللي احنا أكدناه من خلال الصور اللي تم أخذها من موقع الجريمة ومن موقع وجود جثة الولد. يعني كان الحادث عرضي، والله يرحمهم ويغفر لهم، والولد اللي هو أخو البنت والشريك براءة. وهذه كانت نهاية سالفتنا. يا رب نسألك حسن الخاتمة وفمان الله. مع السلامة.